السلام عليكم يا باشمهندسين. التوتوريال بتاعنا النهاردة هيكون عن الجاز gathering and transportation. بالنسبة للأجندة احنا هنقسم التوتوريال ده على حاجتين ان شاء الله. الانترودكشن هنتكلم فيها عن رينولدز نمبر، الفريكشن فاكتور، الريلاتيف روفنس، ليه حاجات في الغالب احنا درسناها قبل كده في الفلويدز. وبعد كده هنتكلم عن الـ pipeline flow calculations، الـ Weymouth equation، the panhandle equation والـ modified panhandle equation أو panhandle B، panhandle A و panhandle P. و later on هنبقى إن شاء الله نوفر session عن الـ gas flow through الـ pipelines إذا كان series connection أو parallel أو looped. طيب كإنترودكشن هنتكلم عن الترانسميشن اوف الجاز. عشان ننقل الجاز للاند كونسيومر وات ايفر هو ايه، احنا بيبقى عندنا 4 distinct units. اول حاجه الجاذرنج سيستم، احنا في الغالب بنكون بننقل الغاز بالبايبلاين، فاحنا عندنا الجاذرنج سيستم اللي جاي من الويل هيدز. عندنا شركه مثلا عندها مجموعه ابار، بتجمع الابار دي في جاذرنج سيستم وتوصله لحد ايه الجاز بروسيسنج بلانت بتاعتها مثلا. وبعد كده بيبقى عندها زي كومبريشن ستيشن، بحيث ان هي تكمبرس الغاز ده ان هو يتنقل في الترانسميشن بايبلاين وصولا للمنطقه اللي احنا عاوزينها عشان بعد كده نبدأ نعمل له distribution. فالترانسميشن بايبلاين ده هو المين تراك لاين، والمين ترانك لاين والديستريبيوشن لاينز اللي هي راحة للاند كونسيومرز. يبقى احنا فهمنا كده ان احنا عندنا 4 distinct units. اول حاجة الجاذرنج سيستم، عندنا بعد كده compression station، وبعد كده الترانسميشن بايبلاين او المين ترانك لاين، واخر حاجة الديستريبيوشن لاينز. لما نتكلم عن السيستمز اللي احنا اتكلمنا عليها دي او الفور ديستينكت يونتس، احنا بنتكلم على pipelines، فهما economical method of transporting fluids over great distances. متخيل اهمية البايبلاين، وبالتالي الديزاين بتاع البايبلاين ده هيكون حاجة مهمة جدا. فاحنا بنقول ان في many factors must be considered في الديزاين اللي احنا بنعمله للlong distance pipelines دي. حاجات كتير بقى، انت عايز تنقل كمية جاز قد ايه، يعني اول حاجة الفوليوم بتاع الجاز to be transmitted، اللينث بتاع اللاين ده، ما انت هتعمل ديزاين هتعمل لاين طوله قد ايه، انت عايز تنقل منين لفين، نوع التضاريس بتاعة الطريق بتاعك، وكمان ايه الـ elevations differences، يعني انت هتنقل حاجة من حاجة عالية لحاجة واطية ولا من حاجة واطية لحاجة عالية. كل الحاجات دي اكيد هتأثر في الديزاين بتاعنا للبايبلاين. وبالتالي Studies of the flow conditions of natural gas in pipelines have led to development of complex equations. بقى عندنا complex equations عشان نقدر نشوف وندرس الفلو بتاع natural gases دي. عندنا الـ Weymouth equation، panhandle A و panhandle B. عشان نريليت بقى الـ volumes اللي احنا بننقلها ليه من الجاز دي، نريليت ليها مع الفاكتورز اللي بتأثر عليها، ومنها نقدر نديسايد الاوبتيمم بريشرز والبايب دايمنشنز اللي نستخدمها. وبالتالي from equations of this type various combination of pipe diameter and wall thickness for a desired rate of gas throughout the system can be calculated. اذا لما ببقى عندي desired rate من الجاز عايز انقله في يوم المعين باستخدام الايكويشنز اللي احنا عملناها development دي، بقدر ان انا اعرف السايزنج بتاع البايبلاين بتاعي والسبيكس بتاعته علشان اقدر ابقى عامل اوبتمايزيشن للبريشرز والافشنسي بتاعت الايه الترانسبورتيشن او ترانسميشن بتاع البايبلاين ده. بدون دخول في تفاصيل كبيره، احنا القصه كلها بتاعت الفريكشن فاكتور والكلام ده كله جاي من ايه، فاكرين طبعا برنولي ايكويشن والديريفيشن، كل ده هتلاقوه في الريفرنس كديريفيشن، لكن عايزين بس نطلع من الايكويشنز الكتيره دي بالكونسبت ان احنا عندنا في فريكشن فريكشنال لوسز
موجودة في البايبلاين ده اللي ماشي فيه فلو. فاحنا عايزين نموديل ذم من اول الانرجي بالانس وصولا للايكويشن بتاعت الفريكشن فاكتور. احنا كنا حاجة لذيذة جدا للديترمينيشن بتاعت الفريكشن فاكتور وهي المودي تشارت. لو فاكرين مودي تشارت كنا بنروح نعوض في الايكويشن بتاع رينولدز نمبر, هنراجع الكلام ده دلوقتي ونعرف احنا عندنا رينولدز نمبر طالع بكام. لو هو اقل من الالفين وشوية نبدأ نقول اه ده احنا عندنا لامينر فلو, بنقوم معوضين بالايكويشن البسيطة خالص دي نجيب الفريكشن فاكتور. طب لو لقينا الرقم كبير طبعا بيبقى فيه كريتيكال زون اللي هي تقريبا ما بين 2000 ل 4000 على ما اتذكر, وبعد كده نوصل للترانزيشن زون اللي هي زي ما احنا شايفين الخطوط بتاعتها مايله كده, وبنعوض نجيب الريلاتيف رافنس اللي هي دايمنشن ليس بارامتر ليه علاقه بالرافنس ده. هو يعني نقدر نقول البايب لاين من جوه هو خشن ازاي وفي تعرجات عامله ازاي, هل بيخلي الدنيا ثموس ولا لا. طبعا كل ما الرقم ده يزيد كل ما بالتالي الفريكشن فاكتور هيزيد معانا, وبالتالي الدايمنشن ليس بارامتر اللي هو الريلاتيف رافنس ده بنبدا ان احنا نجيبه مع رينولدز نمبر, بنقطع الكيرفين ونعرف الفريكشن فاكتور. طبعا موست لايكلي لما احنا بنتكلم عن ايكويشن للفريكشن فاكتور احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا مش هنقرا بعينينا صح, فعايزين نموديل مودي تشارت ده, وبالتالي طلعت ايكويشنز كتيره بتحاول تموديل لي مودي تشارت هنتكلم عنها, ولكن الانترودكشن سلايد دي بتاعه الانرجي بالانس وجود لوسز في البايب لاين وان احنا عندنا مودي تشارت وبالتالي بنبقى بندور على رينولدز نمبر والريلاتيف رافنس عشان نجيب الفريكشن فاكتور اللي منه نبدا نعرف نريليت البريشرز مع الفلو ريتس مع كل الحاجات الدايامتر والحاجات البارامترز بتاعتنا بتاعه البايب لاين والجاس فلو ان ذا بايب لاين. فنبدا نتكلم عن رينولدز نمبر. رينولدز نمبر هو دايمنشن ليس جروب وهو الريشيو ما بين المومنتم فورسز والفيسكس شير فورسز, وبالتالي المفروض لما نبص على اليونتس بتاعت رينولدز نمبر لازم ان هي يطلع ايه دايمنشنلس او يونتلس. ده رينولدز نمبر بكل بساطه. طيب احنا برضو زي ما قلت الرينولدز نمبر ده من الاول لما بنطلع القيمة بتاعته بنبدأ نعرف هل انا عندي لامينر ولا تيربولنت فلو. فلو لقيت الفاليو بتاعته الراوند ال 2100 اقل من 2100 يبقى انا بتكلم عن ايه, عن لامينر فلو. لو احنا بقى بنتكلم عن رينولدز نمبر ديترمينيشن وبنتكلم على الفيلد يونتس بتاعت اليو اس, لو انا هعوض عن الدايمتر بالفيت والفيلوستي بالفيت بير سكند والدنسيتي بالباوند بير كيوبيك فيت والفيسكوزيتي بالسنتيبواز, هنعوض عن رينولدز نمبر بالرقم ده نضربه في الدايامتر والفيلوستي والدنسيتي والفيسكوزيتي. طب لو بتكلم عن بقى ايه, هعوض بالجاز سبيسيفيك جرافيتي. طبعا احنا نركز في ايه دلوقتي, دنسيتي وفيلوستي, دنسيتي وفيلوستي والديامتر. الحاجات دي لما تخش مع بعض الديامتر يعني عشان ما نلخبطش بس بعض, الفلو ريت الدنسيتي هي ماس على فوليوم ومعاك فيلوستي تبدا ان هو بيسموها الماس فلو ريت وهكذا. كونفرجن ليها عشان استخدم الحاجات اللي انا بقدر اقيسها واحسبها وانا هعرف الفيلوستي ازاي بتاعه الجاز صح, هعرف ازاي الجاز ماشي بكام فيت بير سكند ما اعرفهاش, لكن انا ممكن اجيب ايه, اجيب لك فلو ريت كام كيوبيك فيت بير داي, انا همشي كام كيوبيك فيت بير داي واقدر اعرف الدايامتر واقدر اعرف الفيسكوزيتي بتاعه الجاز واعرف السبيسيفيك جرافيتي, وبالتالي القيم دي وهي عندي هقدر اعوض بيها افضل علشان اجيب الايه الرينولدز نمبر. فلو احنا بنعوض عن السبيسيفيك جرافيتي اللي هي يونتلس والفيسكوزيتي بالسنتيبواز والانر دايامتر بالانش والكيو بال1000 الام ملي كيوبيك فيت بير داي وقايس الكيو دي عند البيز تمبريتشر والبيز بريشر بتوعي اللي موجودين عندي وهنتكلم عنهم بعد كده اللي هم في الغالب الستاندرد كونديشنز,
الرينولدز نمبر نقدر نكسبرس ليه بالطريقه دي، يعني هنضرب 20 في الكيو في السبيسيفيك جرافيتي على الميو في الديامتر. طيب لو بقى عاوزين بس يا دوبك يونتس كونفرجن، احنا هنبقى بنتعامل مع في الويمث ايكويشن هنشوف قدام، هنبقى بنتعامل مع الكيو بالفيت كيوب بير اور، وبالتالي الموضوع كله كونفرجن فاكتور. هنتعامل مع الانر ديامتر بالانش، هنتعامل مع الميو بالسنتيبوز، والسبيسيفيك جرافيتي يونتلس، والديامتر بالانش زي ما قلنا، والميو سنتيبوز سبيسيفيك جرافيتي والكيو. تمام. والبيز كونديشنز بتاعتنا ان التمبريتشر بالرانكن والبريشر بالبي اس اي، وبالتالي رينولدز نمبر هيبقى 0.48 مضروب في الكيو اور في السبيسيفيك جرافيتي على الميو في الديامتر. كده احنا خلصنا اول حاجه اللي هو رينولدز نمبر. رينولدز نمبر اللي هو الفاليو اللي بتبقى ايه، اللي بتبقى هنا. نيجي نروح للريلاتيف رافنس. احنا بنقول ايه ان الفريكشنال لوسز اللي بتبقى اذا كانت في الانرجي بتاعه الفلويد والبريشر بتاعه بتعتمد على حاجه اسمها الرافنس بتاعه الانسايد وول بتاع البايب، زي ما قلنا اللي هو الخشونه اللي موجوده جوه البايب من جوه. وطبعا كل ما تخلي انت عايز تقلل مثلا الرافنس دي تكلفه اعلى، وبالتالي انت بتبقى عندك كونديشنز ان انت دايما بتوبتمايز الديزاين بتاعك. انا ممكن اجيب احسن حاجة صح، الرافنس بتاعتها تكون قليلة جدا عشان ما يبقاش عندي لوسز كبيرة، بس ده هيخليك تدفع اكتر. وبالتالي تكملة بقى، الوول رافنس is a function of the pipe material, the method of manufacturing, the environment in which it has been exposed. وبالتالي كل الفاكتورز دي بتخليك تبقى وانت بالديزاين انت عارف ان انت مثلا عايز، وانا من اول الديزاين انا عايز اعمل الاوبتيمم ديزاين بحيث ان انا ما ادفعش كتير وفي نفس الوقت احقق اللي انا عايز اوصل له من الجاز فلو في البايب لاينز او الجاز ترانسبورتيشن. الغرض في الاول وفي الاخر انا عايز انقل الجاز من مكان لمكان، وبالتالي انا بعمل ديزاين لاوبتيمم بايب لاين اللي يحقق لي الرغبه بتاعتي باقل تكلفه. فبن انتروديوس الريلاتيف رافنس، وهي الريشيو ما بين الابسولوت رافنس على الانترنال دايامتر بتاعه الايه البايب. وطبعا بما انه دايمنشنلس بارامتر لازم يكون ليهم نفس اليونت. فلما بنقول ان احنا ما عندناش مثلا في المسائل طبعا بتاعتنا ما عندناش assumption لل type بتاع البايبلاين بتاعي، ممكن نحن نحطه ب 0.0006 inches للتيوبينج واللاين بايبس. بس عندنا هنا typical values للabsolute roughness of interest بتاعت المستخدمة في natural gas flow problems، وده الرينج بتاعهم اللي عندنا في التكست بوك، اللي في الغالب لو جالك في الامتحان حاجة من دول هيبقى التيبل ده موجود، وتختار الابسوليوت رافنس بتاعته وتقسمها على الديامتر الانسايد ديامتر بتاعت ايه البايب، وبالتالي بقى عندنا ريلاتيف رافنس وعندنا الايه رينولدز نمبر. نخش بقى على حاجة مهمة اللي هو الفريكشن فاكتور اللي احنا عايزين نديترماين ليه. In addition to the size of the pipeline, the pressure and the capacity of the gas transmission of the pipeline are primarily limited by the resistance to flow from the pipeline. Pressure والvolume بتاع الغاز اللي انا هنقله مش بس هيتأثر بالsize بتاع البايبلاين، لا ده كمان بتاع الresistance of the flow. وبالتالي احنا كل ده في الenergy balance طلعنا بيه الايديا بتاعت الفريكشن فاكتور ان انا هيبقى عندي losses throughout the pipeline. So the lost work is usually calculated using the friction factor by dimensional analysis. It can be shown that the friction factor is a function of the Reynolds number, زي ما قلنا، و relative roughness. كل دي definitions. The equation for the friction factor in terms of the Reynolds number and the relative roughness varies based on the type of the flow and the pipeline. فإحنا either عندنا
عشان اديترماين زي ما قلنا الفريكشن فاكتور، ممكن يبقى عندي الفلو لامينال فلو، ممكن يبقى عندي تربلنت فلو. طب هعرف الكلام ده ازاي؟ هروح احسب رينولدز نمبر، لو لقيته اقل من 2100 اذا انا على طول الفريكشن فاكتور هخش اجيبه من الايه، من الايكويشن دي. طب لو لقيته ان هو عندي اكبر من الفاليوز دي هبدا ان انا اكونسيدر التربلنس اللي ممكن يبقى في الفلو. فبنقول ان ال studies of turbulent flow have shown that the velocity profile والpressure gradient هما sensitive جدا للcharacteristics بتاعة الroughness بتاعة الايه البايب. وبالتالي طبعا هنا احنا مختصرين كتير عن الreference، في equations وcorrelations developed كتير جدا عشان يسيميوليت الايه المودي chart behavior اللي احنا شايفينه ده، وصولا لحاجة اسمها يعني بعيدا عن السيكونس المكتوب هنا الكولبروك ووايت فريكشن فاكتور كورليشن. الفكرة في الكورليشن دي ان هي محتاجة اتريشن، انت الاف هي فانكشن في الاف، وبالتالي انت بتبدأ ان انت عندك رينولدز نمبر او والريلاتيف رافنس، وتبدا ان انت تاسيوم اف وتحسب الاف وهكذا، تقعد تعمل اتريشنز لحد اما ايه تحسبها. بس حصل ان جين سنه 1976 الايكويشن دي ديفلوب زي ما احنا شايفين 1939 بتاع كول بروكن وايت، الراجل عمل يعني ديترمينيشن للفريكشن فاكتور ديورينج التربلانس وكان الاكيرسي بتاعته كويسه. ف this correlation is comparable to the Kolbrook and White correlation. Relative roughness between لما يكون عندك الرينج بتاعها 10 to the power minus 6 ل 10 to the power minus 2 ده بالنسبه للrelative roughness، والرينولدز نمبر ما بين ال 5000 لل 10 to the power 10 to the power 8 الايرورز بتكون بسيطه جدا بلس اور ماينس 1% when compared to the Kolbrook and White A correlation. وانا حاطط لك هنا Kolbrook and White correlation، وبالتالي هيكون حاجة كويسة جدا ان احنا نعوض في explicit equation مش implicit equation. المعادلات اللي هي الضمنية دي بكون دايما عايز فيها iterative solutions، وبالتالي computer programs مش هتتعب قوي في ان هي تقدر تحل حاجة زي كده، ولكن احنا في الغالب في الامتحان بنعمل مثلا 3 iterations up to 3 or 4 iterations، يعني بنعمل 3 iterations. لكن لما اكون بديزاين لكمبيوتر بروجرام هخليه يعمل iterations على قد ما اقدر بحيث ان هو يكونفرج على الرقم اللي انا عايزه، وبالتالي وانا بحل في الغالب الاكيورسي طول ما هي بلس اور ماينس 1% عادي جدا ان انا احل في explicit equation واطلع الفاليوز بتاعتي. وبالتالي هو ده مودي chart. وكده احنا خدنا brief introduction عن الفريكشن فاكتور اف. نبدأ نخش بقى في الفلو calculations. ان احنا نعمل ديزاين للونج ديستانس ترانسبورتيشن للناتشرال جاز ده محتاجين ان احنا نبقى عارفين فورمولاز نقدر نعوض فيها عشان نحسب ايه بقى الكاباسيتي والبريشرز اللي احنا البريشر اللي احنا محتاجينه. وبالتالي في ايكويشنز كتير جدا ديفلوبد في البتروليوم اندستري عشان نحسب الفلو اوف الجازز في البايبلاين. الموضوع بسيط جدا، وطبعا الفريكشن فاكتور هيكون حاجه مهمه جدا في الايكويشنز دي. زمان في الناتشرال جاز ترانسميشن طبعا احنا عارفين ان يعني نقول النقطة دي ان زمان الجاز كان تكلفة نقله عالية، وغير كده حتى لو انت نقلته انت مش هتستفيد بيه ولا ليه القيمة الاقتصادية الكبيرة، ففي الغالب كان ساعات في الغالب كان بيتحرق الغاز، كان بيتحرق يعني لما يطلع زيته غاز كان بيحرق الغاز على طول عشان تكلفة نقله. فلما بقى الجاز ايكونوميكال وكده في الاول كانت البريشرز بتاعته ضعيفه، فالايكويشنز اللي كنا بنستخدمها كانت سمبل وادكويت مناسبه للغرض بتاعها. لكن لما بدانا ان احنا عايزين ننقل هاير كاباسيتيز وعايزين ننقل الغاز ده الايكويشنز اللي احنا عملناها بقى فيها ريكويرمنتس جديده. Probably the most common pipeline flow equation is Weymouth. اوكي okay.
احنا دلوقتي لما كنا بنتكلم على الحاجات اللي في الاول كان مش مهتمين ان الايكويشنز تبقى زي الكومبلكسيتي بتاعتها دلوقتي. فنبدا بالويمث ايكويشن. هي الايكويشن اللي احنا كنا بنتكلم عنها اللي هي ويمث ايكويشن هنتكلم عنها دلوقتي، ولكن هي بتتكلم بقى على ايه؟ ان انا هنقل هاير كاباسيتيز. هنا بدا الانترودكشن بتاع الويمث ايكويشن، هنقل هاير كاباسيتيز وعندي ديماند لايكونوميكال ديزاين للبايبلاين، وبالتالي عندنا 3 ايكويشنز هنستدي ليهم او هنفوكس عليهم. عندنا الويمث ايكويشن والبانهاندل ايكويشن والبانهاندل موديفايد اللي هي بانهاندل بي. بالنسبه للويمث ايكويشنز بريفيرد ان انت تستخدمها في السمولر دايامترز اقل من ال 15 انش بلس اور ماينس. البانهاندل ايكويشن والموديفايد بانهاندل تستخدمها لما يكون عندك لارجر سايزد ترانسميشن لاينز. والموديفايد بانهاندل باي ذا واي يعني تستخدمها للونج ديستانس اللونجر ديستانس بايب لاينز كريكومنديشنز طبعا. وبالتالي هنبدا ب ويمث ايكويشن في الهوريزونتال فلو. اول حاجه اليونت بتاعه الكيو بتاعتنا هي ايه؟ فيت كيوب بير اور ايكوالز كونستانت مضروب في البيز تمبرتشر على البيز بريشر مضروب في نفتح قوس البريشر اللي هو الانلت بريشر سكوير ماينس الاوتلت بريشر سكوير. ولوجيك ان يكون البي 1 ده اعلى من البي 2 لان الجاز اتحرك من هنا لهنا، مضروبين في انسايد دايامتر to the power 5 مقسومين على السبيسيفيك جرافيتي بتاعت الجاز في الديفيشن فاكتور او الكومبريسيبيليتي فاكتور او الزي فاكتور بتاع الجاز افريجد عند التمبرتشر والبريشر اللي احنا عندهم، مضروب في التمبرتشر مضروب في ايه؟ الفريكشن فاكتور مضروب في الايه؟ اللينث بتاع البايب. واليونت بتاعت اللينث هنا عشان احنا بنتكلم على لونج ديستنت بايب لاين احنا بنتكلم على مايلز، يبقى الدايمتر بالانش واللينث بالمايلز. دي الويمث ايكويشن. بس احنا هنا بنتكلم على هوريزونتال فلو. طبعا لما هنيجي نبص في الريفرنس بتاعنا هنلاقي خلينا نبقى رابطين نفسنا بالريفرنس هنا. طبعا من اول الشرح بتاع الانترودكشن هنا الديفلوبمنت بتاع الانرجي بالانس وصولا للفريكشن فاكتور، وبعد كده الريلاتيف رافنس والفريكشن فاكتور والديترمينيشن، وبعد كده وصولا للويمث ايكويشن. هتلاقي هنا بقى البروف، يعني هتلاقي هنا الديفلوبمنت بتاعته بتاعه الايه الايكويشن بتاعه ويمث ايكويشن. طبعا مش هنخش في الديتيلز دي والإفكت بتاع الأسامشنز بتاعتنا على الإكويشن. هنا احنا بنتكلم ان احنا لو عندنا بقى ايه في inclination او non-horizontal flow بيظهر عندنا ايه بقى؟ بيظهر عندنا هنا term اسمه الاس. الاس ده function في ايه؟ في specific gravity بتاعت الجاز والtemperature بتاعته والdifference في الelevation. والdifference في الelevation ده بنحسبه ازاي؟ بعمل من الاوتلت elevation اللي انا خارج عنده اللي هو القليل اطرح الelevation ده من الelevation اللي انا داخل عنده. وبالتالي لو الelevation او الارتفاع بتاع الحاجة اللي انا خارج عنها اعلى من اللي انا داخل منها يبقى في الغالب الدلتا اتش ترم ده هيكون ايه؟ بوزيتيف. هيكون ايه؟ بوزيتيف ترم. واحنا شايفين هنا الشكل بتاع الايكويشن عامل ازاي. وبالتالي هنا دي طريقة كتابة تانية للايكويشن. بص هنا ال e to the power s محطوطة فين يعني في الايكويشن؟ قارن بينها ما بين هنا وما بين ايه؟ ما بين هنا. وبالتالي كل دي configurations مختلفة للإكويشن، ولكن هنا احنا بنستخدم هنا الإفكتيف لينث بتاع البايبلاين، ودي هنتكلم عنها later on لما بيكون عندنا البارل بقى والسيريز connections اللي كنا بنتكلم اللي هنتكلم عنها ان شاء الله في التوتوريال التاني. وبنعوض هنا علشان نحسب الفلو ريت بتاع الجاز في البايبلاين. والترم ده اسمه الترانسميشن فاكتور.
وليتر اون هنبقى في اخر البرزنتيشن هيبقى في سلايد كده هنتكلم فيها عن الفاكتور ده في الاندستري بتاعت الايه الجاز ترانسميشن لاينز، ان هو مهم يعني. طيب الويمث اكويشن، الفكره هنا لو تعالوا كده نبص في ويمث اكويشن، انا دلوقتي عشان احل الاكويشن دي خلينا نفتكر سوا مع بعض، نرجع للإكويشن الطبيعية خالص بتاعت ويمث. هي فانكشن في الفريكشن ايه؟ فانكشن في الفريكشن فاكتور، يعني عشان اجيب الكيو اتش وفانكشن في الفريكشن فاكتور واحد، يبقى نركز في دي. نرجع تاني للفريكشن فاكتور، الفريكشن فاكتور هو فانكشن في مين؟ في رينولز نمبر. الفريكشن فاكتور فانكشن في رينولز نمبر، ورينولز نمبر فانكشن في مين؟ في الفلوريت بتاع ويمس. يبقى انا اصلا عندي ترايل اند ايرور، والسبب في كده هو وجود الفريكشن فاكتور جوه المعادله بتاعه الكيو اتش اللي هي اصلا بجيب منها رينولز نمبر اللي بجيب منه الفريكشن فاكتور. وبالتالي عشان احاول اليمينيت الترايل اند ايرور بروسيجر عندنا ويمس equation معمولة من غير ال F، وخد ال F ده كفانكشن في الديامتر، وبالتالي بقت ال equation قدامنا بالمنظر اللي قدامنا اللي هو ممكن أروح أحسب منها ال QH، وال friction factor ما بقاش function دلوقتي عندنا في ال Weymouth equation. البانهاندل اكويشن الديفلوبمنت بتاعها ان احنا هو عمل بروبوزل للفريكشن فاكتور وعوض بيه في الاكويشن، وبقت الاكويشن بالمنظر ده. بس اي ثينك تو نوت، احنا طبعا عرفنا ان البانهاندل اكويشنز الاثنين نستخدمهم في اللارجر دايامتر بايب لاينز، والموديفايد بانهاندل لللونج ديستنس. يعني خليني اجيبها افضل من هنا. In panhandle P, this is probably the most widely used equation for long lines أو للong transmission and delivery يعني. وناخد بس بالنا إن اليونت بتاعة الـ Q هنا هي إيه؟ feet cube per day per day per day، مش feet cube per hour. واليونتس relatively هي يعني. طبعا الفاكتورز الكونستانت دي هي اللي بتغير الايه اليونتس بتاعت الفلوريت. طيب ناخد بقى اكزامبل يلم لينا الحاجات اللي اتكلمنا فيها النهارده. بيقول لك جيفن البيس تمبرتشر ب 520 ديجري رانكن، البيس بريشر اللي هو 14.7 psi، الانلت بريشر 400 psi، الاوتلت بريشر 200 psi، الديامتر 12.09 inches، السبيسيفيك جرافيتي بتاعت الغاز 0.6، التمبرتشر اللي انا عندها في البايب لاين 520 ديجري رانكن، واللينث بتاع البايب لاين 100 مايلز، والابسوليوت رافنس 0.006 inches. هو بقى بيقول لك determine the line capacity، اللاين ده اللي بالسبيكس دي يقدر ينقل جاز بريت عامل ازاي. في الاكزامبل ده هنطبق كل الايه الايكويشنز اللي احنا اتكلمنا عنها. طيب one thing to highlight، طبعا الرسمه دي لينا احنا، دي رسمه الزي فاكتور، لان احنا هنحتاج نجيب الزي فاكتور قبل اي حاجه لان هو موجود في كل الايكويشنز زي ما احنا شايفين. الافريج زي فاكتور، الافريج زي فاكتور، والافريج زي فاكتور. فاول حاجه نهايلايت بس ان الريلاتيف او الابسوليوت رافنس اللي هو جايبها لنا هو اديها لك على طول، لكن ممكن في الديزاين بعد كده تبقى انت عارف النوع بتاع البايب لاين اللي عندك، وبالتالي هتعرف الابسوليوت رافنس بتاعه. هنتكلم شويه في الفلويد بروبرتيز دلوقتي عشان اقدر اجيب الزي فاكتور بتاعي واقدر اجيب الفيسكوزيتي بتاعتي، لان انا محتاجهم في الفلو ايكويشن محتاج الزي فاكتور، وفي الرينولدز نمبر محتاج الايه الفيسكوزيتي. اول حاجه انا عندي سبيسيفيك جرافيتي، السبيسيفيك جرافيتي دي السبيسيفيك جرافيتي منها
لو فاكرين الايكويشنز بتاعت الكريتيكال بريشر والكريتيكال تمبريتشر، اروح اجيب الكريتيكال بريشر as a function of the gas specific gravity والكريتيكال تمبريتشر as a function of الايه الجاز specific gravity، وهبدا اجيب السودو ريديوسد بريشر. هجيبه ازاي؟ arithmetic average للانلت والاوتلت بريشر بتوعي، يعني انا عندي الاوت الانلت بريشر 400 والاوتلت بريشر 200، اجيب لهم arithmetic average واقسمه على الكابيلاري الكريتيكال بريشر، اطلع الايه السودو ريديوسد بريشر. وبالنسبه للسودو ريديوسد تمبريتشر نفس الكلام، بالنسبه للتمبريتشر اللي انا عندها اقسمها على كريتيكال تمبريتشر واجيب الايه السودو ريديوسد تمبريتشر. هخش الجراف بتاع الزي فاكتور ب1 بوينت. نخش الجراف سوا. احنا عندنا الريديوسد بريشر ب 0.044، يعني احنا هنا بالظبط ريلاتيفلي هنا، تمام. وبالنسبه للتمبريتشر هي 1.45، يعني تقريبا الايه الجزء ده. نخش نقرا من الجراف، يطلع عندنا الزي فاكتور ب 0.95 ريلاتيفلي. يبقى دي اول حاجه هستخدم دي فين؟ في الفلو ايكويشن، اذا كان ويمث او بانهاندل او بانهاندل بي او الموديفايد بانهاندل. طيب ايه الحاجه الثانيه اللي انا محتاجها من الفلويد بروبرتيز؟ ان انا محتاج الفيسكوزيتي. طب الفيسكوزيتي هنجيبها ازاي؟ لو فاكرين الجرافس دي، اول حاجه انا عندي السبيسيفيك جرافيتي بكام؟ ب 0.6. هخش بال 0.6 من هنا، ادي ال 0.6 اللي هي السبيسيفيك جرافيتي بتاعت الجاز، او اضربها في 29 واخش بيه تقريبا 17.5 من تحت، يعني هنا او هنا الاثنين واحد. حلو. واخبط في التمبريتشر بتاعه الايه الجاز. ناخد بالنا من حاجه، ان احنا هنا التمبريتشر عندنا كام؟ التمبريتشر عندنا 60 ديجري فهرنهايت. انزل عند ال 60 ديجري فهرنهايت اللي هي هنا، نبدا نحسب فين اللاين بتاع ال 60 ده. عندك ال 100، ده ال 200، كل فرق ما بينهم 20، يبقى كده ده 100، ده 80، ده 60، الخط اللي هو قبل الاخير، ادي ال 60 وادي ال 0.6. انزل هنا كده اخبط في اللاين ده، الاقي ان انا عند 0.0103 مثلا او 04. يبقى انا كده جبت مين؟ جبت الفاليو بتاعه الميو 1. هي دي الكالكوليشن بتاعه الفيسكوزيتي، عشان ما تخشش في كورليشن تحسبها بايدك، تقراها من على الجراف. يبقى ده ترم اسمه الميو 1 جبناه اللي هو ب 0.0103 سنتيبواز. نخش برضو الجراف التاني بايه؟ طبعا في حاجه هنا، ان انت لو عندك امبيوريتيز هتخش تعمل لها كوركشن، يعني هتخش تشوف انت عندك كام مول بيرسنت، وتقوم داخل اري كوركشن فاكتور، وتقوم ايه ضربه في الفاليو او طرحها منها، نبقى نتاكد من الريفرنس. فناخد بس بالنا ان المثال هنا ما كانش فيه امبيوريتيز، ولكن انت التلات كيرفات دول عشان لو عندك امبيوريتيز، اذا كانوا H2S او CO2 او نيتروجين. هنا بقى بنعمل ايه؟ نخش بيه السودو ريديوس تمبرتشر. السودو ريديوس تمبرتشر بتاعتنا كانت كام؟ كانت 1.45 تقريبا، اللي هو هنا تقريبا 1.45 هتبقى هنا تقريبا. ونطلع نخبط في كام؟ السودو ريديوس بريشر كان اراوند ال 0.4 something، يعني هنبقى within النص هنا، يعني الفاليو هتبقى 1.0 حاجه، يعني 0.4 مثلا. فنلاقي ان الفاليو بقت 1.05، وبقى معانا الريشيو ما بين الميو اللي انا عايزها والميو 1. وانا حاسب ميو 1 من الجراف الاولاني، اخش اجيب الفيسكوزيتي بتاعه الايه الجاز، تطلع بهذا الرقم الصغير جدا. كده انا عندي ايه؟ كده عندي فيسكوزيتي بتاعه الجاز، وعندي زي فاكتور بتاع الجاز. كده خلصنا من الفلويد بروبرتيز اللي كنا داخلينها. نخش بقى على البايب لاين ديزاين،
اول حاجه انا عايز اعمل ايه؟ هخش اقعد في رينولدز في ويمث ايكويشن. في ويمث ايكويشن هبدا بيه عايز احسب الفريكشن فاكتور، فاروح اعوض واجيب رينولدز نمبر، هلاقي رينولدز نمبر فانكشن في ايه؟ في الكاباسيتي او في الفلو ريت بتاعي اللي انا لسه ما اعرفوش، اعوض بيه الميو جاز او السبيسيفيك جرافيتي بتاعه الجاز والفيسكوستي بتاعه الجاز والديامتر، اطلع الرينولدز نمبر كفانكشن في الكيو اتش. الريلاتيف رافنس معايا الارقام بتاعتها هقدر احسبها. ابدا اعمل ايه؟ انا عايز احل، اخش اعمل ترايل اند ايرور. ايه بقى ترايل اند ايرور لايه؟ هبدا اسيوم فاليو للكيو اتش واقوم حاسب رينولدز نمبر ومعايا الريلاتيف رافنس، اطلع بالرينولدز نمبر والريلاتيف رافنس واخش احسب فريكشن فاكتور. من الفريكشن فاكتور اخش ويمث ايكويشن واعوض فيها واحسب الفلو ريت واشوف هو فين من الفلو ريت اللي انا كنت عامل له اسامبشن. بس كده في اول ترايل فرضت مثلا ان الكيو اتش بي 100,000 فيت كيوب بير اور، قمت داخل حاسب رينولدز نمبر منها وقمت معايا ريلاتيف رافنس، قمت دخلت مودي تشارت وقمت حاسب الاف، او عوضت في جينز ايكويشن من فوق وقمت حاسب الايه الاف، جيت قمت داخل من الاف دي حسبت الكيو اتش تاني معايا الفاليوز بتاعت كل حاجة وخلاص حسبت الاف. تبدأ تعوض تلاقي ان الفلوريت طالع لك عامل ازاي بالمنظر ده. بص انت كنت فارض كام؟ فارض 100,000 طلع لك كام؟ 929. يبقى انت كنت بعيد قوي، محتاج اعمل ايه؟ محتاج ازود على 100,000 دول حبة حلوين، احط مثلا 500,000، احسب رينولدز نمبر، احسب فريكشن فاكتور، اخش اعوض هنا تاني يطلع لي الكيو اتش بايه 1 مليون. لا ده انا محتاج على تاني، احسب احط الثيرد ترايل 1 مليون، احسب رينولدز نمبر، بعد كده احسب الفريكشن فاكتور، اخش اعوض الاقي ايه 1,066,000. وبالتالي احنا هنكتفي ب 3 ترايلز للترايل اند ايرور، بس فهمنا الكونسبت بتاع ترايل اند ايرورز. طبعا الكمبيوتر هيقعد يعمل الترايلز دي لحد ما يكونفرج، يخلي الكيو اتش اللي انت بتحطها هي الايه الكيو اتش، ولكن احنا بايدينا هناخد وقت كتير جدا علشان ايه نحلها، ولكن خلاص فهمنا الكونسبت بتاع الويمث ايكويشن واحنا بنعوض فيها. طب ما تيجي نعوض بقى في ويمث ايكويشن ونميتيجيت او نبعد عن فكره الترايل اند ايرورز اللي هي الويمث ايكويشن الديفلوبد كاف فانكشن في الدايمتر. هنعوض فيها هنلاقي الفاليو بتاعتها طلعت عاملة ازاي، طلعت 989 او 990,000 فيت كيوب بير اور، ودي الفاليو بتاعتها. طبعا هتبقى less accurate ولكن هي قربتني من الفاليو بتاعت الكيو. نحسب الكيو اتش باستخدام panhandle equation. ناخد بالنا بقى من ايه؟ احنا هنعوض عشان نشوف الارقام قريبة من بعض ولا لا. هنعوض في كل الارقام بتاعتها، احنا ما عندناش هنا الاف، بس ناخد بقى بالنا من حاجة واحدة، ان اليونت اللي طالعة هي فيت كيوب بير داي، ابقى اقسم الكلام ده على 24 هتلاقيها برضو اراوند المليون وشوية. يبقى كده جبنا الكيو اتش بتاعتنا يوزنج بان هاندل، وطبعا كل البارامترز بتاعتها معانا، يعني مفيش حاجة مش معانا. ناخد بالنا الزي فاكتور احنا حاسبينه منين؟ عند الافريج بريشر، الارثماتيك افريج بي 1 زائد بي 2 على 2، حسبنا البريشر ده جبنا منه السودو ريديوسد بريشر وقمنا حاسبين الايه الزي فاكتور. بس كده نبدا نحسب بيه الموديفايد بان هاندل ايكويشن. هتلاقيهم طبعا في فروقات ما بينهم ولكن كلهم بيقعوا في نفس الرينج دي 285,000 ودي 310,000، وبالتالي كلهم انا اسف دي 3,100,000 ودي 2,850,000 اكس يعني. وبكده نبقى شفنا ال differences في ال flow rates calculated using ال 3 equations. الاكزامبل ده كان لذيذ. نبص على example، طبعا دي ال charts اللي ممكن نحتاجها. نبص على example تاني عندنا، نقرأ سوا الاكزامبل. عندنا natural gas بينتج بمعدل، عندنا انتاج للناتشرال جاز بمعدل 24
مليون كيوبيك فيت بير داي، مليون ألف ألف، اتقاسوا عند الستاندرد كونديشنز. عايزين ننقلهم للبلانت بتاع البرولوس، والفيلد بتاع الجاز ده 300 ميل اواي من الفيلد، من البرولوس بلانت اللي احنا عايزين نوصله الجاز. فبنقول ايه بقى؟ The gas is delivered to the pipeline at the inlet pressure 1500 psi, and it is transmitted through a pipeline of sufficient size. احنا طبعا عايزين نعرف السايز ده. So that the pressure at the prolos is 550 psi. 50 psi. Assume the specific gravity of a natural gas to be 0.6 and the temperature of a flow is 100 degree Fahrenheit. يبقى انا عرفت الجاما جاز والتمبرتشر بتاعة الايه؟ الفلو. What is the pipeline size required؟ الموضوع بسيط خالص، اللي بقى مجهول عندك هو الايه؟ الديامتر. وبالتالي احنا عندنا long distance pipeline 300 miles، هعوض في modified panhandle equation. ايه اللي هيكون مجهول عندي؟ عندي الفلو ريت، بس ناخد بالنا ان هو بالكيوبيك فيت بير داي، وعندي البيس تمبرتشر، عندي البيس بريشر هعوض عنهم، الانلت بريشر والاوتلت بريشر. وناخد بالنا الزي فاكتور عشان نخش نعمل له كالكوليشن، نفس القصه، اجيب اريثماتيك افريج، which يعني انا بالنسبه لي مش هريكومند ان انت تعمل القصه دي، لان في ايكويشن تانية هتحل بيها المثال ده، لان الفرق في البريشرز كبير جدا، من 1500 بي اس اي ل 50 بي اس اي. زي ما احنا عارفين الزي فاكتور، وحلو ان احنا جبنا المثال ده، الزي فاكتور ذات نفسه يعني بيبقى بالمنظر ده. وبالتالي لما يكون البريشر العالي ده قوي والبريشر الواطي ده، هتاخد لهم افريج، ده هيدي لك يعني ايرور كبير جدا. وبالتالي الحل ان انت في ايكويشن تانية احنا مش هندرسها السنه دي يعني، ولكن هي اكيرت اكتر من الايكويشن دي، وهي الايكويشن دي. دي بتاخد في اعتبارها الزي فاكتور كانتجريشن جوه الانتجريشن، وبالتالي منها تقدر ان انت تجيب طبعا الاريا اندر ذا كيرف، وتحل الايكويشن افضل، علشان الزي فاكتور ما يبقاش فاليو، حرفيا فاليو ما بين تو بريشرز كبير قوي وبريشر ايه صغير قوي. ولكن احنا بس عشان عايزين نعوض ونشوف ازاي نقدر ان احنا نعوض ونجيب الديامتر او نجيب سايز لبايب لاين، واحنا عارفين الديستانس وعارفين كل حاجه، نشوف بس الكونسبت دلوقتي. فهنعوض معانا التمبرتشر، معانا اللينث، هنحسب الزي فاكتور، ومعانا الجاما جاز، يبقى لنا الدي هو الايه؟ الانون. وبالتالي هنجيب الارثماتيك افريج للتو بريشرز اللي هو ال 775 بي اس اي، التمبريتشر افريج هي عندنا هنجمع عليها ال 460 عشان تبقى بالرانكن، عندنا البي افريج، عندنا التي افريج، والجاما جاز، نقدر نحسب الزي فاكتور من البي بي سودو البي كريتيكال والتي كريتيكال، ومعانا البريشر والتمبريتشر، نحسب السودو ريديوسد فاليوز، ونخش الزي فاكتور ونجيب الايه الفاليو بتاعه الزي، نخش نعوض في الايكويشن ونجيب الدايمتر، ومعانا كل حاجه تقريبا، نلاقي ان الدايمتر تقريبا 7.6 انشز. وبالتالي كده نبقى خدنا 2 examples بس كإلستريشن. الإجزامبل الأولاني باختصار الأيديا بتاعته، إن أنا عندي specs معينة، عايز أعرف المينيمم capacity أو الكاباسيتي اللي أنا أو أقدر أنقل جاز قد إيه في البايب لاين اللي بالسبيكس دي. عنده بينقل بريشر من 400 بي اس اي ل 200 بي اس اي في أوله وآخره، والدايمتر بتاعه 12 إنش، وعندي الجاز سبيسيفيك جرافيتي الابليكابل، وعندي التمبرتشر، وعندي اللينث. من الحاجات دي كلها قدرت ان انا اجيب الافريج كاباسيتي اللي ممكن تمشي، او المينيمم كاباسيتي اللي ممكن تمشي في البايب لاين ده. والسؤال الثاني، ان انا عندي فيلد بينتج 24 مليون سكاف بير داي او كيوبيك فيت بير داي، وعايز انقله 300 ميل من المكان بتاع الجاز فيلد ده لحد البلانت،
بالسبيكس بتاعت ان انا عندي available pressure 1500 بي اس اي وهناك استقبله على 50 بي اس اي والسبيسيفيك جرافيتي ب 0.6 وبالتالي قدرت ان انا اعمل ديزايننج واعرف السايز بتاع البايب لاين ده. هنقول بس تو هايلايتس قبل ما نخلص ان احنا عندنا حاجه اسمها البايب لاين efficiency. كل الكالكوليشنز دي بتاسيوم ان احنا عندنا 100% efficient conditions. يعني ايه؟ يعني انا ده لو يعني ما فيش اي حاجة كمان حصلت فوق الفريكشن losses وكلام ده كله هو ده الفلو ريت. لا، ده انت عندك كمان efficiency بتبقى موجودة او deficiency بتبقى موجودة في البايبلاين بتخليك تقل عن الريت اللي انت بتحسبه. ده بيبقى ايه بقى في الاكشوال بايب لاينز؟ بيبقى عندك ووتر وكوندنسيتس وسام تايمز كرود اويل اكوميليشنز في اللو سبوتس في اللاين ده، بيبقى عندك ساعات سكيلز او جونكس. كل ده بيبريفنت الافشنسي بتاعت او بيقلل الافشنسي بتاعت الايه الترانسميشن. واحنا بنقول ان لما بيكون الافشنسي فاكتور اللي انا بحسبه قصاد اللي انا بشوفه ما بين ال 0.85 2.95 يبقى انا كده عندي كلين لاين. انت متخيل يعني من 85% efficiency اللي هو ايه؟ انا مثلا حسبت لقيت ان انا بيجي لي مليون كيوبيك فيت بير داي، بس اكشلي انا بيجي لي 850 الف. يبقى انا كده عندي كلين لاين ان الحسابات بتاعتي مدياني ان انا عندي efficiency تقريبا 85-95% من اللي انا حاسبه. وبالنسبه للترانسميشن فاكتورز طبعا الحاجات دي هتقروها من لو حابين يعني تقروها من الريفرنس هيكون افضل، ان الترانسميشن فاكتور هو من الفاكتورز الكتيره الديفلوبد فويمث ايكويشن اللي كانت صعب جدا للايفالويشن بتاعها ان انت تعرف ان انت تحسبها على طول من غير ما احنا نبدأ ان احنا نخش الفريكشن فاكتور جراف او كده. فالليتريتشر contains many different empirical transmission factors that have been used to meet the needs of the pipeline engineers. وتقدر طبعا تقرأ اكتر في الريفرنس عشان نبقى عارفين كويس قوي فكرة الديفيشنسي او ان انا لما بعمل ديزاين او كده مش هيكون عندي 100% من الكالكوليشنز اللي انا حاسبها. وبكده نكون خلصنا التوتوريال بتاع النهاردة، وليتر اون ان شاء الله نبقى نعمل سيشن عن الجاس فلو في البايبلاين كتوصيلات بقى سيريز وبارالل واللوبد بايبلاين. شكرا جزيلا.